تعلن جامعة المستقبل عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية التعليم المفتوح عن بعد في التخصصات التالية: قسم العلوم الإدارية والمالية، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، التسويق، إدارة الأعمال، العلوم السياسية، قسم اللغات، اللغة الإنجليزية، الترجمة، قسم الإعلام، علاقات عامة وإعلان، إذاعة وتلفزيون، صحافة، قسم الحقوق، الحقوق، قسم علوم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع، الخدمة الاجتماعية، تنمية المجتمع، التربية الخاصة، تقنيات التعلم، الكتاب الذاتي، التعليم الإلكتروني، LMS، CD، محاضرة تلفزيونية، الفصول الافتراضية. للاستفسار والتسجيل يرجى زيارتنا على العنوان التالي: صنعاء، شارع 19 المتفرع من شارع بغداد، أو الاتصال بنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة.